استاذن حضرتك في نقطه هنا، هي لانه الاستاذ محسن قال لا الكلام ده مش سليم حتى انه وصفه بالفلسفه، فانا هستاذن بس نسمع رد استاذ محسن موجود معانا على الهواء. اتفضل يا استاذ محسن. طبعا كل الاحترام للدكتور حسام على الكلام اللي هو بيقوله، بس طبعا انا ما بحبش الطريقه بتاعت ولا تقربوا الصلاه ويسكت. الإقرارين الأول اللي هو بيقول إن السيدة أم كلثوم مضتها بخط إيديها في الشهر العقاري، هو قاله إن إقرار وهو راجل قانون، إنما هو مش إقرار، هو توكيل من السيدة أم كلثوم، والتوكيل ده علشان إن شركة صوت القاهرة كان في أحد المزورين في جنيف، وصوت القاهرة ما عرفتش تاخد ضده إجراء لأن ما تحتهاش مستعدات ملكية، فطلب التوكيل من السيدة أم كلثوم حتى تستعمله لصد المزور، وفي التوكيل مكتوب اسم الشركة التي حتتولى هذا ده في التوكيل. والسيد السيد الدكتور حسام يعلم جيدا ان بموافاة الموكل تنتهي الوكالة، فلما يقول ان هو اقرار يبقى انا الحقيقة يعني ليه تحفظ. طيب نسمع دكتور حسام. ماشي. اما بالنسبه للمصنفات، المصنفات والتسجيلات الصوتيه، المصنف لما نيجي نقرر فيه ما نقررش كده. نعم بقول لحضرتك ايوه، على شق المصنفات والتسجيلات الصوتيه. خليني في جزئيه المصنفات. المصنفات لازم تبص قبل ما تتكلم، لازم تبص على التنازل، شكل التنازل. يعني مثلا انا عندي التنازل بيقول انا تنازل حصل، ده من مؤلف الملحن، تنازل حصري ولا يستطيع ان هو يديه لغيره، وتنازل للشركه ولا يحق له التنازل للاخرين، هذا حق وهذا عقد بين الاطراف القانون بيحميه. وانما لو قال انا بدي لك تصريح علشان تغنيه وبحتفظ لنفسي ان غيري يغنيه، انا ارفع لك القبعه. انما جميع اغاني السيده ام كلثوم واكدها الورثه، بل مش الورثه بس، واكدها بتنازلات اخرى من المؤلفين والملحنين الذين عاصروا ام كلثوم ثم ورثتهم بعد كده، خدنا منهم تنازلات بتؤكد على انهم نقلوا هذا الحق كاملا الى السيده ام كلثوم وليس لاي جهه اخرى اي حق عليها. ليه بقى؟ لما تيجي نقول حسب الفلسفه اللي انا بقولها، نفترض ان انا انتجت اغنيه بتونس بيك. لما تيجي الفنانه الكبيره وردة الله يرحمها، انا سجلتها استوديو، لما تيجي تنزل وتغنيها في حفله، هل الحفله دي مش ملكي؟ مش ملك الشركه؟ حسب ولا العقد هتبقى ملك لجهه اخرى؟ يبقى حسب انا حسب التعاقد يطلق عليه الدكتور حسام الا انه مصنف مسجل، ثم لما يطلع حفله يبقى الحفله دي تبقى لشركه اخرى. هي على حسب التعاقد، وعندي احكام نهائيه إلا من إنه المحكمه لو حب هو يطلع. يمكن انا في الحته دي لو سمحت لي يا استاذ محسن، يعني لان انا اشتغلت في القصه دي وقت ما كنت بدير يعني اذاعه نجوم اف ام، هو على حسب التعاقد. يعني لو التعاقد منصوص فيه، بص في لو منصوص فيه الحفلات يبقى دي قصه ثانيه. اذا كان في التنازل حصري